بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا مجلس استثنائي أعلق فيه على ورقة كتبتها، جعلتها خطوة ينطلق منها بعضكم في طلبه للعلم الشرعي، ولكن كان هنالك إشكالات سأنبه على ما يحضرني منها في شكل منهجية أقدمها، وإذا كان هنالك أسئلة دونوها عندكم أو ذكروني بها لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم، هذه الورقة عبارة عن جواب لطلب طلبه بعضهم حول منهجية في طلب العلم الشرعي، تكون هذه المنهجية إن شاء الله موفقة، على الأقل تفتح لهم الآفاق في طلب العلم، وعلى الأقل تجعلهم يفهمون كلام العلماء في كتبهم المطولة وفي مجالسهم السمعية بمختلف فنونها. أنا اقترحت متونا، المتن هو كلام المؤلف الذي هو خلاصة، الله يحفظك الباب بالخف، الذي هو خلاصة. المتون جعلها العلماء لطالب العلم المبتدئ كي ينطلق منها فيحفظه، ليجتمع عنده مسائل الفن كله، ثم يشرحه ليدلل لتلك المسائل، فهمين؟ أنا مثلت، وقبل ذلك كنت أشرت إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الحبل الموصل بين قلبك وربك، فإذا انقطع لا ينفعك العلم، إذا انقطع هذا الحبل لا ينفعك العلم مهما كان، ومهما حفظت ومهما لخصت ومهما اجتهدت لن ينفعك. هذا القرآن تأثيره عجيب على طالب العلم، فهو به يفتح الله عليه فتوحات لم يجتهد فيها ولم يبذل فيها وسعا، يفتحها الله عليه بسبب هذا القرآن لأنه لم يهجره، واضح؟ فلا نناقش هذه القضية من أن يجعل الطالب مثلا وردا يقرأه كل يوم. ذكرت متونا هي الأساس الذي يبنى عليه غيره، هي الأساس، إذا لم تكن ثابتة كان ما سيبنى عليه هشا تسقط، وهذه المتون ما صار عليها أحد إلا وفق، وعلى رأس هؤلاء علماؤنا صاروا على هذا، العلماء الموفقين الكبار كابن عثيمين وابن باز صاروا على هذا، على طريقة المتون وشرحها، وهم من شرحها أيضا، بل ربما تجد للواحد شروحات للمتن الواحد. ذكرت في اللغة متن الآج الرومية نسبة إلى ابن آج الروم الصنهاجي، له كتاب صغير اسمه الآج الرومية في الإعراب. الطالب أولا وش يدير؟ يقرأه قراءة سريعة في ساعة، يقرأه قراءة سريعة ليعرف مضمونه، ثم يأتي بسلسلة في 10 مجالس 20 مجلس، سلسلة مسموعة، الأحسن أنها تكون مسموعة، وهنالك المكتوب، لكن المسموع أحسن، لأن سكتات الشيخ مقصودة، ولأن في المسموع تأخذ الآداب أيضا. ابن عثيمين له شرحان للآج الرومية، تسمع وتكتب، إما تفرغ حرفيا وهذا ربما يطول بك، لكن الأحسن أن تلخص، لأن كل ما هو مسموع الآن صار يفرغ، تكتب في سجل تسميه سجل اللغة العربية، تبدأ بالآج الرومية، تكتب بالمتن بالأحمر، كلام المتن بالأحمر، وتحت الشرح اللي راك تسمع وتقيد، يبدأ فيقول مثلا الكلام، قال ابن آج الروم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، تكتب هذه انت بالأحمر وتسمع كلام الشيخ، الكلام معناه من الكلم وهو الجرح، ومنه سميت الكلمة كلمة وكذا، تكتب هذه الفوائد، كي كمل الكلام حول هذا الجزئية يبدأ، وأقسامه 3، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هكذا يقول في الآج الرومية. تكتبها بالأحمر، ديرها داخل إطار، وترجع من تحت وتكتب شرح الشيخ لهذا الكلام، فهم؟ حتى تكمل كامل الشرح، يأخذ منك ربما 50 صفحة 60 صفحة، أنت وش تدير فيما بعد؟ تجعل لنفسك برنامجا تراجع فيه ماذا؟ هذا الشرح، دير له ختمات كالقرآن، ومن بعد وش يولي عندك؟ يولي عندك كل مسائل اللغة في بالك، ولكن موجزة مفهومة بشرحها. هنايا أقرأ بعدها ألفية ابن مالك في النحو،
أقرأ بعدها ألفية السيوطي في النحو، ألفية ابن معطي في النحو، أقرأ مثلا همع الهوامع للسيوطي أيضا في اللغة العربية، أقرأ أي كتاب في اللغة العربية ما نخافش عليك. علاه؟ لأن الأصل عندك، بعد الفرع هذا يجي وحده شيئا فشيئا. أنت لما لو كان ما تقرأش هذا تحكم أي كتاب تبدأ تقرأ تمل، تسيب روحك ماكش فاهم، تمل فاهم. ومن بعد الكتب الأخرى يجي فيها تلخيص بطرق معينة كتحويلها إلى سين جيم، سؤال وجواب، وهذه طريقة نافعة جدا. لما نكملوا الكتاب تاعنا هذا حاولوا تديروا له ترجعوه في شكل سؤال وجواب، تكتبوا السؤال والجواب تكتبوا رقم الصفحة، باش لما تحب تراجع الكتاب تراجع الأسئلة، تراجع فقط الأسئلة، إذا قدرت تجاوب ما ترجعش للصفحة، إذا ما قدرت تجاوب ترجع للصفحة. بهذه الطريقة تحفظ وبهذه الطريقة تفهم. جات الأستاذة أي طلع مثلت بالآج الرومية، ولعل للكلام إن شاء الله تتمه في مجلس آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.